أسعار الإيجارات واحتكار المؤجرين، معركة جديدة يخوضها الوافدون إلى المدن الآمنة، مأرب، عدن، حضرموت، جشع الملاك وغياب الرقابة، فمن يتحمل الأرقام المرتفعة للإيجارات؟ وهل تستطيع الأسر النازحة تحمل هذه الكلفة الباهظة؟ ظاهرة ارتفاع الإيجارات وابتزاز المؤجرين للمستأجرين، بالتحديد في مناطق تجمع النازحين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي والعائدين من المملكة العربية السعودية، باتت اليوم حديث الساعة ومحطة شكوى لمئات الآلاف من اليمنيين الوافدين أو النازحين في المناطق التي تعد آمنة. ثمة من نزحوا من ظلم وضيم ميليشيا الحوثي الانقلابية وغادروا مناطق سيطرتها، وآخرين عادوا من مهاجرهم إلى أوطانهم عودة نهائية بعد أن مستهم قرارات سعودة المهن ولم يستطيعوا الصمود أمامها أكثر. استقر بهم المطاف في المناطق المحررة في مأرب وعدن والمكلا ومناطق أخرى، ليجدوا أنفسهم وغيرهم من ذوي الدخل المحدود المستأجرين عرضة لابتزاز وجشع ملاك السكنات المؤجرين الذين استغلوا زيادة الطلب على الإيجارات وهبوط العملة وغياب السلطة. ارتفعت الإيجارات إلى مبالغ خيالية تجاوزت أكثر من 100% مقارنة بالأسعار القديمة، ويرفض بعض المؤجرين استلامها إلا بالعملة الصعبة. في مسائنا اليمنيين نسلط الضوء على ظاهرة ارتفاع الإيجارات وابتزاز المؤجرين للمستأجرين، بالتحديد في مناطق تجمع النازحين من مناطق سيطرة الحوثي والعائدين من المملكة العربية السعودية. نبحث عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف الارتفاع وواقعية حجج المؤجرين، وما هي أدوار السلطات الحكومية لحماية المستهلك وأجهزتها الرقابية، وما جدوى تعميم سلطات مأرب بتحديد أسعار الإيجارات واحتكار المؤجرين؟ معركة جديدة يخوضها هؤلاء الوافدين إلى مأرب، عدن، حضرموت. نتابع. شبح تجديد عقود الإيجارات يلاحق المستأجرين ويقض مضاجعهم مع قرب انتهاء كل عام وبداية عام جديد. يجد المستأجرون أنفسهم عرضة للابتزاز بارتفاع الإيجارات والتهديد بالطرد من سكنهم، ليبدأوا رحلة البحث من جديد عن سكن مناسب لهم أو يخضعوا لإملاءات المستأجر وشروطه المجحفة. تبدو الصورة أكثر وضوحاً في مناطق تجمع واستقبال النازحين من صنعاء والساحل الغربي والهاربين من مناطق سيطرة الحوثيين عموماً والعائدين من السعودية بشكل نهائي، بالتحديد في مأرب وعدن والمكلا. يعاني المستأجرون ارتفاعات غير مبررة عند تجديد العقد السنوي تتجاوز نسبتها 100% في بعض المناطق، ويشترط المؤجرون أن يكون دفع الإيجارات بالعملة الصعبة بحجة هبوط العملة الوطنية التي تتعافى أحياناً ولا تتعافى معها الإيجارات. في ظل ضعف حضور السلطات المحلية وغياب تشريعات حماية المستهلك، يجد النازحون والعائدون من السعودية أنفسهم أمام معاناة وتحدي صعب بالتوازي مع ظروف البلد والحياة الصعبة. يخوضون معركة ابتزاز المؤجرين منفردين رغم الأهمية التي يشكلونها في مناطق استقرارهم الجديدة بتحريكهم عجلة التنمية والحركة الاقتصادية. لم يتوقف الأمر على الابتزاز ورفع الأسعار بشكل خيالي فحسب، بل تعدى ذلك إلى اقتحام المؤجرين للسكنات وانتهاك حرمات المستأجرين. جاء الصباح الساعة 8 صباحا، ضرب الباب وقال له اخرجوا. قلت له ما حنخرج. نخرج ليه؟ قال تخرجوا بالقوة. قلت له ليش نخرج؟ قال خلاص عزلوا. قلت له ما حنخرج. فار البندق ودخف الباب وكسر الباب على وجهي. هذه المعلمة السودانية في مدينة مأرب تشكو إلى السلطات اقتحام ضابط لمنزلها محاولا إخراجها بالقوة بعد أيام من إصدار السلطات حزمة قرارات حول تنظيم الإيجارات. قرار السلطات المحلية في مأرب الذي أصدره المحافظ العرادة حول تنظيم إيجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية، والذي يحدد أسعار الإيجارات ويمنع التأجير بالعملات الأجنبية ويمنع إخراج الساكنين ومزاولي النشاط التجاري ما قبل عام 2014 لغرض المزايدة طمعا وجشعا واستغلالا للظروف الحالية. هذا القرار اعتبره مواطنون خطوة مهمة لوضع حد لحماية المستأجرين، غير أنها خطوة لا تكفي لوحدها ولا قيمة لها إن لم تصحبها خطوات تنفيذية رادعة. مواطنون في مناطق أخرى تعاني نفس أزمة المستأجرين، طالبوا السلطات المحلية بقرارات مماثلة
لقرارات سلطات مأرب ووضع حلول عاجلة لحماية المستأجرين وردع جشع وابتزاز المؤجرين بتفعيل الأجهزة الرقابية لحماية المستهلك. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة مجموعة من الناشطين وأيضا المهتمين بهذا الموضوع وبعض المتضررين. نبدأ هذه الحلقة بالناشط الحقوقي من أبناء الحديدة طارق سرور عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ طارق. أهلا وسهلا، مساء الخير، تحية لك ولكافة مشاهدي قناة الخير. أهلا بك أستاذ طارق. كانت عدن إحدى محطات الوافدين سواء من النازحين أو حتى العائدين من الخارج بعد أن تقطعت بهم السبل، ما هي حجم المعاناة التي واجهتهم في الحصول على مساكن؟ الكبيرة المعاناة معاناة كبيرة جدا وقضية مؤلمة بكل ما تعني الكلمة. حيثية الإيجار والمساكن الإيجارية حيثية بسيطة جدا من قضية النازحين بشكل عام، كون القضية هذه لا تمثل سواء في تقدير 10% مما يعانيه النازحين بالذات من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، فهذه الفئة هي المتضررة بشكل كبير جدا. ومن هذه الحرب تبدأ معاناة النازحين منذ تفكيرهم في الخروج من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات نتيجة تعرضهم للقصف، فبداية لا يجدوا الممرات الآمنة التي تمكنهم من الخروج بشكل آمن بطريقهم، يتعرضوا للألغام والمتفجرات من قبل الميليشيا، كما يتعرضوا للقصف المدفعي من قبل هذه الميليشيا، وأيضا لا يسلمون من قصف طيران التحالف. ايضا عند خروجهم من هذه المناطق يواجهوا كثير من التعنت والتعامل غير الانساني من قبل النقاط الامنيه المنتشره على طول الطريق وبالذات في مداخل مدينه عدن للاسف الشديد. اذا ما وصل النازح الى عدن مثلا او الى نحش او الى ابين لا يجد من يستقبله، لا يجد من يوجهه، لا يجد مخيمات كافيه لاستيحاب كافه النازحين او كافه الحالات، وان وجدت مخيمات فهي مخيمات بسيطه ومخيمات غير موجوده ولا تستوعب الا عدد بسيط. نعم، سنتحدث عن ذلك استاذ طارق. نعم، سنتحدث عن مشكلة المخيمات، ولكن قبل ذلك يعني نعلم أن النازحين من أبناء الحديدة خرجوا كأسر وجماعات، أعداد كبيرة توجهت إلى بعض المناطق، ما هي أبرز المناطق التي نزح إليها أبناء الحديدة؟ أبناء الحديدة خرجوا إلى معظم المناطق الإمنية، في عدد منهم من نزح إلى المديريات الآمنة التي لم تصلها الحرب، وعدد كبير وعدد منهم ايضا نزح الى المحافظات التي لا زالت تحت سيطره ميليشيات الحوثي مثل محافظه صنعاء وعد وارجاء لمحافظه حجه، والعدد الاكبر منهم نزح الى المحافظات المحرره عدن ولحج وابيان وتعز ومأرب. وفي كل المحافظات يجدون صعوبات كبيره جدا ولا زالوا يعانون منها الى الان. نعم، إذا حين يخرج الشخص من منزله أستاذ طارق يتوجه كنازح باحث عن سكن آمن أو يبحث عن الأمان له ولأطفاله، ما هي أبرز المشاكل التي واجهت أبناء الحديدة في الحصول على مساكن سواء في عدن أو في بعض المناطق بحسب اطلاعك؟ أختي الكريمة، النازح يخرج وهو بظروف اقتصادية صعبة وسيئة ويكاد لا يجد معه حتى قوت يومه، الأصل من المنظمات المحلية من الدولة من اللجنة العليا للإغاثة من منظمة القدشة المفوضية الثانية للاجئين أن تتحمل مسؤوليتها وتقوم بإغاثة واستقبال هؤلاء النازحين وتوفير لهم السكنات والمخيمات المناسبة. كما ذكرت لك بحسب احصائية القدشة إلى شهر نوفمبر الماضي أكثر من 80,000 أسرة نزحت من محافظة الحديدة، 80,000 أسرة ما يعنيهم أقل أسرة تتكون من 5 أفراد
أي هناك ما يقارب من نصف مليون فرد نزح من محافظة الحديدة، وهذه بحد ذاتها تعتبر كارثة إنسانية ومأساوية جدا تلقب ضمير الجميع. لكن للأسف الشديد المخيمات الموجودة لا تتسع سوى 1% أو أقل من هذا العدد. بقية هذه الأعداد للأسف الشديد منها من يتوجه إلى أقربائه، ومنها من يتوجه إلى بعض المعارف. الكثير منهم يضطروا إلى النزوح في مدارس، في أماكن مهجورة، في عماير ومباني أيضا مهجورة عبارة عن مباني عظم. الكثير منهم في إحواش بدون أي غرف أو بدون أي سقوف، في أوضاع إنسانية مؤلمة جدا. الكثير منهم يفترش الشوارع، القليل منهم من يستطيع أن يوفر قيمة السكن للإيجار، لأنه خرج بدون مصدر عمل، بدون مصدر دخل، بدون عمل، الوضع لا يمكنه أن يعمل ويشتغل. الكثير اضطر أن يعمل أفصاله في بيع المياه، في الجولات، في جولات شوارع عدن والمحافظات الأخرى التي يزحف إليها. الوضع مؤلم وقاتل بشكل جدا جدا، وتتحمله الدولة والمنظمات الدولية تتحمل مسؤولية هؤلاء النازحين. نعم، إذا أستاذ طارق، يعني بهذا الصدد ما هي البدائل من وجهة نظرك لحل إشكالية العديد من النازحين الذين يفرون خاصة من ويلات الحرب؟ هذا إذا ما عرفنا أن كان هناك تحذيرات كثيرة من قبل كثير من المنظمات في مسألة حرب الحديدة للكارثة الإنسانية التي ستحل بأهلها. أختي الكريمة، حرب الحديدة والذي حملت في عنوان الأبرز الطابع الإنساني، والذي تمت اتفاقات استوكهولم الأخيرة بهدف أو تغطية الطابع الإنساني، وتم إيقاف الحرب أكثر من مرة، وإيقاف تقدم المقاومة الدامية وقوات العمالقة وجيش الشرعية وهو على مداخل مدينة الحديدة بهدف الطابع الإنساني، ولكن للأسف الشديد لم يتم أي حلول للمواطنين المدنيين بمحافظة الحديدة أو للنازحين، بل ازدادوا معاناة. أختي الكريمة، يجب والمنظمات الدولية للأسف الشديد تتشدق أيضا لعملية الناحية الإنسانية والوضع الإنساني، ونسمع كلاما ونسمع جعجعة برامج الهلال العالمي، منظمة اليونيسف، برنامج الحوت الشام، قضية الساميه لحقوق الانسان. للاسف الشديد نسمع منها تصريحات، وايضا قدمت خطط استجابه العام 2018 بمقدار 2 مليار دولار، لم يستفيد 74 منها النازحين باقل من ربع هذا المبلغ. يجب ان تكون هناك فعلا حمله دوليه مكثفه من قبل هذه المنظمه التي ذكرتها، بالاضافه الى مركز الملك سلمان، بالإضافة إلى الهلال الأحمر الإماراتي، لتأمين وترتيب وضع هؤلاء النازحين منذ خروجهم وتأمين خروجهم حتى وصولهم إلى المناطق الآمنة. هناك بدائل أخرى متعددة في مناطق مديريات متحررة في الحديدة مثل الخوخة، يجب أن يتم بها عمل أكثر من مخيمات إيواء وهي قريبة من مدينة الحديدة، لكن للأسف الشديد فيها مخيمين فقط في إيواء ولا تتوفر فيهم المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. قضية أيضا التعاون مع النازحين للأسف الشديد اقتصرت في سهم اللجنة العليا للإغاثة في تقديم بعض السلال الغذائية فقط من شهر إلى آخر، بينما عملية تقديم الحول للنازحين هي منظومة متكاملة تتكون من ثلاث مراحل أساسية، ابتداء من تأمين خروجهم حتى وصولهم واستقبالهم إلى الأماكن المناسبة والمؤمنة والمزودة بمراكز الإيواء، وصولا إلى تهيئتهم للعمل في هذه المناطق، وتهيئتهم بعد ذلك للعودة إلى مناطقهم بشكل آمن. ولكن هناك قصور في الفهم، كلما يتحصل عليها هؤلاء النازحين سلة غذائية ما بين الشهر إلى الشهرين، ومن يستفيد منهم هو عدد بسيط جدا منهم القاطنين في المخيمات، بينما الآلاف والغالبية العظمى 80% من النازحين القاطنين في مناطق متفرقة
من محافظات عدن والضالح ولحج وحديان لا تصل إليهم هذه المنظمات. هناك قصور كبير جدا. إذا نتمنى أن يصل صوتك لهذه المنظمات من السلطة المحلية. نعم نتمنى أن يصل صوتك ومناشدتك هذه، خاصة وأن مأساة النازحين لا تنتهي إلا بانتهاء الحرب ربما. شكرا جزيلا لك طارق سرور الناشط الحقوقي من أبناء الحديدة، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. وينضم معنا أيضا عبر الهاتف محمد بن علي جابر وهو شخصية اجتماعية من أبناء المكلا. مساء الخير أستاذ محمد. هذا نعم أستاذ محمد، هل تسمعني جيدا؟ مساء الخير سيد محمد، الصوت غير واضح. نعم هل ما زال معي أستاذ محمد؟ هل ما زلت معي؟ سنحاول الاتصال بك مجددا، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصالات إلى أن يعود معنا الأخ محمد ليحكي لنا أيضا عن تجربته وما وجده من معاناة بعض النازحين في المكلا. لا يخفاكم مشاهدينا الكرام أنه منذ الحرب نزح العديد من المواطنين في داخل الجمهورية اليمنية وليس فقط في خارجها، وهناك أيضا مشكلة العائدين من غربتهم خاصة من المملكة العربية السعودية بعد صدور بعض القرارات التي لم يتحملها هؤلاء، فعادوا لينصدموا بواقع مرير، غلاء المساكن، استغلال المؤجرين والملاك لهذه العودة ولهذا الطلب الكثيف للسكن. بعض الملاك يطلب الإيجار بالعملة الصعبة مع معرفة صعوبة تواجدها في الفترة الأخيرة، وأيضا إشكاليات نزوح كثير من الأسر وتكدسهم في مناطق بعينها مما أدى إلى ارتفاع الطلب على هذه المساكن واستغلال المؤجرين لذلك دون ضابط أو سلطة معنية تتابع الحدث. ربما ما حدث مؤخرا في مأرب إصدار قرار يضبط هذه العملية بتحديد سعر معين للمتر المربع وأيضا تحديد أسعار وضوابط معينة للملاك وحقوق بعض المؤجرين يستطيعوا من خلالها بفرض ذلك التوجيه الذي صدر. نتمنى أن نسمع صداه خاصة وهو صدر في نهاية شهر 12 من 2018 وحتى الآن لا نعلم مدى تطبيقه في محافظة مأرب التي استقبلت المئات الآلاف من الأسر الوافدة إليها والهاربة من بطش ميليشيا الحوثي. نعم نعم عاد إلينا غالب محمد إذن وهو أحد المتضررين من غلاء الإيجار من محافظة مأرب. مساء الخير أستاذ غالب. مساء الخير. أهلا بك أستاذ غالب، يعني كنت أتحدث عن مشكلة مأرب التي استقبلت العديد من النازحين وربما أنت أحدهم، حدثنا بداية عن معاناتك في البحث عن سكن للإيجار. بسم الله الرحمن الرحيم. معاناتنا اول شيء معاناتنا للبحث عن شقق او بيوت الايجار معاناه يعني لا نقدر نصفها لكم، حيث يعني ربما الواحد يستمر اكثر من شهر وهو يبحث عن منزل يأوي، هذا اولا. ثاني حاجه يعني غلاء الايجارات جشع على اصحاب العقارات اصحاب البيوت، يعني ما ان تحصل بيت ما ان تحصل منزل تسكن فيه يعني تبحث اكثر من شهر الى شهرين الى ثلاثه وان تبحث عن المنزل حتى انك تلقي حتى انك يعني تحصل بيت الا صاحب البيت يعني يريد منك قيمه المنزل مش الايجار قيمه منزل. الايجارات يعني من 70,000 الى 150,000 الى 250,000 وأنا مسؤول على كلامي طبعا. نعم يعني في البداية تبدأ تواجهكم مشكلة الحصول على شقة فاضية للسكن وإن وجدتموها فتنصدموا بأسعار خيالية، ليس كذلك؟
نعم، اول شيء يعني احنا بنعاني في البحث عن عن وجود سكن، البحث يعني نضل ايام واسابيع وشهور احنا نبحث على سكن، ثم اذا يعني اذا حصلنا المكان او المنزل نحصل يعني اما ان يطلب منا صاحب المنزل دفع ايجار مقدما 7 شهور إلى 8 شهور الى 7 شهور. بعد السنه الكامله ربما يبلغك يقول لك يا اخي اما انت زيد الايجار على كذا كذا او احنا نبلغك يعني اخر الشهر تفضل البيت وهكذا. يعني احنا بالنسبه لنا قبل ايام سمعنا ان هناك جراج يجي المحافظه وينشر عليه، لكننا ابلغناهم، ابلغنا صاحب البيت، ابلغنا صاحب العقار بهذا القرار. فبعض اصحاب الملاذ للاسف الشديد قالوا خلي على العراده او خلي المحافظه يدي لك بيت عنده في بلاده. نعم. إذا يعني هل ستحاولون نعم من خلال القرار هذا أستاذ غالب، يعني هل يمكن أن تذهب إلى الجهات المعنية لحماية المستهلك للشكوى على صاحب المنزل من خلال هذا القرار؟ نستطيع يعني نستطيع أن نشتكي، لكن إلى الآن أختي العزيزة لم نرى تطبيق هذا القرار على الواقع، لم نرى من السلطه المحليه ان تطبق القرار هذا على نعم الواقع. ربما لم يصلها يعني شيء استاذ غالب، يعني تعلم نعم يعني هل قدمت انت شكوى مثلا؟ ربما لم يصلها شيء، هل حدثت حادثه معينه لتقديم شكوى او لتجمع بعض الناس للشكوى من بعض ملاك البيوت ولم يتم ردعهم او ضبطهم من خلال هذا القرار؟ نعم اختي العزيزه، قدمنا شكاوي وليست شكوى، وهناك تذمر من اصحاب البيوت في اقسام الشرطه، اما ان يقول انا بالنسبه لي محتاج للبيت، اما اني محتاج للبيت او اريد ان اصلح البيت او مثلا يبني طابق ثاني او وهكذا، يعني يتذمر يعني لديهم اعذار باعذار واهيه بينما انك يعني تسلم البيت وتخرج منه اول يوم والثاني بيأجر البيت مدبل على مكان مؤجر وانت ساكن فيه. نعم، يعني تعتقد استاذ غالب ان طمع الملاك الشديد وجشعهم من خلال رفع الايجار بهذا الشكل ايضا المستاجر يساعد بذلك؟ يعني هل يقبل شخص ان يدفع مثلا 150 الف في شقه لا تستحق او 200، تصل المبالغ كما قلت الى 250 الف، ربما لو رفض الاول والثاني والثالث وقاموا بعمليه احتجاج معينه ستنزل الشقق وايجاراتها، لكن حينما يجدون من يلبي رغبتهم في دفع هذه الارقام فبالتاكيد يعني سيؤجر، هو في النهايه يريد ان يستفيد. أختي العزيزة أنا مضطر، أنا كنازح مضطر، أنا أستأجر ب 150 مضطر مستأجر ب 60 ألف، لكني لا أستطيع الاستمرار، هناك اضطرار للإيجار في مأرب، هناك أحياء سكنية في مأرب لا يعني لا نقدر نساويها إلا بعواصم متقدمة ومتحضرة بغل الإيجار اللي فيها، يعني هناك 3 أحياء في مأرب اللي هو حي الوحدة اللي هو رقم 1 وحي الروضة وحي المطار. هذه الاحياء من اغلى الاحياء بالايجارات اعتقد في الدول العربيه، يعني ما اعتقد في الدول العربيه اغلى احياء فهي في مارب. الايجارات في حي الوحده من 120 الى 150، في المطار من 70 الى 150، في حي الروضه كذلك من 70 الى 150، اقل يعني بالتقدير القليل يعني. يعني بدون نعم. طيب يعني هذه الشقق هل تستحق هذه الأرقام أم أنها أيضا يعني مجرد أحياء بسيطة أو مساكن بسيطة لا ترقى لأن تصل إلى هذه الأرقام؟ هناك شقق يعني ربما مشطبة تشطيب عالي، مجهزة، وسيعة، مساحتها كبيرة، أعداد غرفها مقسمة بشكل جيد، أو أنها أيضا من الشقق العادية والصغيرة وتدفعون فيها هذه الأرقام؟ أختي العزيزة هناك شقق لا تستحق أن يسكن فيها بني آدم، يعني هكذا بالجواب الصريح، هناك شقق داخل مأرب أسعارهن من 70 إلى 100 ألف لا يستحق أو لا يجوز أن يسكن فيها بني آدم، يعني إما أن تكون مهدمة، إما أن تكون مبشرة، إما أن تكون بدون
يعني ما فيها سلامة البناء، سلامة البناء غير متوفرة فيها. فهناك اضطراب يستقر في هذه الشباب، هناك اضطراب، ولكن عندما نسكن يعني لا نستطيع أن نتحمل 5 شهور 6 شهور. هناك أغلب النازحين يسكن شهرين ثلاثة ثم يزفر أهل إلى صنعاء أو إلى أماكن أخرى. نعم. لا يستطيع أن يستكن في هذه الأحياء. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ غالب. عاد إلينا الأخ محمد بن علي جابر من المكلا. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. أهلا بك، وكنا نود أن نستمع منك عن وضع النازحين القادمين إلى محافظة حضرموت، مدينة المكلا تحديدا. هل هي أعداد كبيرة من النازحين توجهت إلى المدينة؟ هناك نازحين يعني بأعداد لا بأس بها. نعم. ولكن للأسف الشديد لم يحظوا بالعناية التامة لا من السلطات ولا من المدرات. فالقادمين من الحديدة تصدق فين سكنوهم؟ سكنوهم في مزرعة الدواجن. نعم. في مزرعة الدواجن. وهذا للأسف الشديد يعني سكن غير صحي وغير لائق يعني لبني آدم، لأي بشر. فلا حكومة متواجدة تقوم بمسؤوليات تجاه شعبها، لا سلطة محلية، لا تحالف يقوم بواجباته للأسف الشديد يعني. نعم. فالمواطنين يعني ما أدري كيف يفعلون، يعني بين نارين، نار إهمال الدولة والتحالف ونار جشع الملاك. نعم. بالنسبة للملاك أستاذ محمد، نعم، مشكلة النازحين خاصة من الحديدة يعني نعلم أنها مشكلة كبيرة. كثيرة من العالم. نعم. تجد هذا الإيجارات الباهظة، الإيجارات اللي مش معقولة نهائيا يعني. طيب هل ارتفعت الأسعار؟ اسمح لي أستاذ محمد فقط. هل ارتفعت الأسعار بعد عودة أيضا المغتربين العائدين من السعودية؟ خاصة نحن نعلم أن بعضهم عاد عودة نهائية بعد القرارات. هل تجد أنه يعني صاحبت عودتهم ارتفاع في أسعار الإيجارات؟ نعم، في ارتفاع شديد جدا، في ارتفاع كبير جدا. فاللي كان مستأجر ب50,000 ب70,000 الآن يدفع قريب يعني 200,000، يعني يدفع الآن 200,000 أكثر من يعني. الناس حقيقة ضاقت درعا، لا دولة ولا سلطة تحمي المواطن. فمالك البيت يقول لك ادفع كذا ولا عزل. طيب يعني ألم تتحرك السلطة المحلية بهذا الشأن أستاذ محمد؟ يعني مسألة ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ به، نعلم أنها ارتفاع، هناك ارتفاع سنوي طبيعي 10,000 ربما 20,000 كأقصى حد، ولكن أن ترتفع أكثر من يعني 200 إلى 300% هذا شيء مبالغ به بشكل واضح. ألم تتحرك السلطة المحلية بشأن ذلك؟ والله احنا حطينا الكلام هذا على المحافظ من أول. نعم. يعني قبل سنة بالضبط كنا في لقاء مع المحافظ وحطينا الكلام هذا عليه، فقلنا له أولا من العيب أن تكون دولة لها سيادة وتأجر بالريال السعودي، فهذا طبعا قلت له هذا منافي لسيادة الدولة. والشيء الآخر أنه الدولة إذا ما تحمي مواطنيها، السلطة ما تحمي مواطنيها، إذا إيش قدمت السلطة هذه للمحافظ؟ إيش قدم التحالف هذا للمحافظ؟ للأسف الشديد حتى المشورة الحسنة ما في من التحالف هذا للأسف الشديد يعني. ما أدري ولا سلطة يعني لديها من الواجع الديني، لديها من الضمير الإنساني، بحيث أنه تقف جنب مواطنيها. للأسف الشديد الناس تعاني أمرين للأسف الشديد. في كل دول العالم، أقول لك في العهد القحافي كان هناك مكتب كروات، يعني المواطن والمالك يروحوا مكتب البلدية يوقعوا عقد هناك، الدولة مش رفع عنه، لا يحق لك خروج مدة العقد هذا 5 سنوات، لا يحق لك الزيادة إلا بعد كل سنتين بواقع 5%، فممنوع تخرج المستأجر. الآن ما فيش حماية المستأجر نهائي، المستأجر زيه زي يعني علبة الفول، علبة الفاصوليا، يعني في بترينة يبيعها ويشيلها ويديها هنا ويديها، ما فيش حاجة. لا دولة ولا سلطة ولا ضمير حي ولا منظمات تشتغل في الأرض. نعم،
إذن شكرا جزيلا لك محمد بن علي جابر الشخصية الاجتماعية، كنت معنا عبر الهاتف من المكلا. وعودة إليك سيد غالب. سيد غالب، في ظل هذا الارتفاع الجنوني لأسعار الشقق السكنية وأيضا وجود قرار لم ينفذ بعد، برأيك يعني ما هو الحل لضبط هذه المسألة؟ لا حل سوى تطبيق القرار، لا حل سوى تطبيق القرار من قبل السلطة المحلية وعلى رأسهم المحافظ محافظ المحافظات. إن لم يطبق هذا القرار فهناك جشع يتطاول ويمتد من يوم إلى آخر، هناك يعني غلا وهناك جشع يتناوبه أصحاب المنازل وأصحاب العقارات من يوم إلى آخر، يعني ضاربين بهذا القرار عبد الحائط. لماذا لم يطبق حتى الآن أستاذ غالب؟ يعني ما هو السبب في عدم تطبيقه حتى الآن؟ يعني القرار واضح، وضع كثير من النقاط، حدد حتى على مستوى مساحة السعر مقابل المساحة، فلما لم يطبق حتى الآن؟ أنا لا أعرف ما هو السبب. إحنا بالنسبة لنا نعمل الخير في هذا القرار ونعمل الخير في السلطة المحلية، وبالنسبة لنا كنازحين من المحافظات التي يسيطر عليها الحوثي، احنا الان نعيش بين مقلبين، مخالف الحوثي الذي هجرنا من منازلنا ومحافظاتنا، وبين طمع وجشع اصحاب البيوت واصحاب العقارات وعلى راسهم اصحاب مديريه حريز. هؤلاء هم يعني يعتبروا اكبر نسبه لهم داخل مارب واكبر عقارات يمتلكونها داخل مارب. نعم، إذن يعني بالنسبة لهذه المبالغ المرتفعة والتي هي تعد كما قلت كثيرة على نازح ربما لا يملك يعني قيمتها لمدة شهرين أو ثلاثة بالكثير ولا يملك مصدر دخل، ما هو يعني تصرفكم أنتم أو ما الذي تنون القيام به؟ هل ستظلون فقط تبحثون عن شقق أرخص ويعني لا تقومون بأي إجراء، خاصة وأن لديكم قرار ربما يدعمكم في أي يعني اختيار قد تختارونه، ربما الشكوى، ربما الخروج ضد هؤلاء الملاك، أي تصرف ممكن؟ بالنسبة لنا لا يوجد لدينا أي حل سوى أن نضطر ونستأجر بما يريده صاحب العقار أو صاحب المنزل. هناك فعلا هناك في مخيمات غير كافية، غير متناقصة، ليست بها سبل الحياة، يعني ما فيها شيء يعني جاهزة للسكن فيها. احنا بالنسبة لنا عملنا كبير في السلطة المحلية ونسأل الله أن يهدي أصحاب البيوت وأصحاب العقارات، وإن شاء الله أنهم يسمعوا لهذا القرار الجديد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك غالي محمد، أحد المتضررين من غلاء الإيجارات في مأرب، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. وينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية الصحفي يحيى الأحمدي من مأرب. مساء الخير دكتور يحيى. نعم، الصوت لا يصل إلي، هل تسمعني؟ دكتور يحيى هل تسمعني؟ يبدو أن ضيفنا لا يستمع. أنني لا أسمع صوت. ها تسمعني الآن. نعم أنا أسمعك بشكل طفيف، لا أدري. نعم، إذن دكتور، يعني أزمة السكن في المناطق التي شهدت استقرار نسبي باتت ظاهرة تشهدها محافظة مأرب، كيف تعلق؟ لا يوجد صوت لدي هنا. نعم. صوت. نعم. إذن دكتور، يعني سنذهب إلى فاصل قصير لمحاولة يعني تضبيط الصوت ونعود إليك وإلى السادة المشاهدين. Thank you.
أفتنا بالحرب الويل ضربونا احنا من القبل مضون علينا أنا كل الهدف بس الله ستر دقت بحقنا احنا المدرسة أجد الصوت قوي ودقت بحقنا احنا المدرسة بعدين دخلت أمن المقصف حقنا احنا بعدين راحت بالقم الثاني بعدين قدنا احنا الضربة ناس كلهم راحوا قد الضربة من المسجد وقعدت من عندنا احنا قد لحنا إذن عودة إليكم مشاهدينا الكرام أجدد ترحيبي بكم وبضيفي عبر الأقمار الصناعية الدكتور يحيى الأحمدي مساء الخير دكتور يحيى مساء الخير عليكم سيدة آسيا ولكل المشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم أهلا بك إذن دكتور ظاهرة غلاء المساكن التي أو إيجارات الشقق السكنية التي اضطر إليها النازحون والعائدون أيضا من السعودية ومن بعض البلدان عودة نهائية كيف تعلق على هذه الظاهرة التي تشهدها مأرب؟ بالطبع مأرب يعني التي تشهد نموا مختلفا ومزدهرا في مختلف المجالات واجهتها هذه السلبية التي ربما يعني تطورت من حين لآخر وأصبحت تؤرق كثير من النازحين إلى هذه المدينة اليمنيون يبحثون عن مكان آمن ووجدوا مأرب هي الأنسب لأن تكون مدينة آمنة وأن يجدوا فيها السكن والأمن وممارسة حرياتهم وهذه إيجابية كبيرة لممارسة الحرية وممارسة الأعمال والتجارة والاستثمار لكن هناك استثمار أضر بالنازحين والوافدين إلى هذه المحافظة أكثر من أن تستفيد منهم هؤلاء الذين جاءوا يستثمروا في السكن يعني نحن نرى فيها من جهة أنها إيجابية لأن تعيش هذه المحافظة وأن يسهم هؤلاء التجار في المساهمات المجتمعية وأن يستفيد النازحون بالسكن لكن للأسف الشديد انقلبت هذه المعادلة وأصبح هؤلاء المستثمرون لا يهمهم المدينة ولا يهمهم الحرب ولا استعادة الدولة فقط جاءوا ليستثمروا ويستنزفوا جيوب النازحين ويقضوا على ما تبقى في حياتهم من مال ورفعوا وبالغوا في الأسعار التي لا يمكن أن تقارن حتى بمناطق كثيرة حتى علق أحدهم قال نريد أن يساوون بالإيجار في الحرم المكي نعم إذا يعني هذا الارتفاع المبالغ به أستاذ يحيى وكان معنا أحد المتضررين في مأرب يتحدث عن أرقام لشقق يعني لا ترقى لأن تستحق مثل هذه الأرقام من 120 يقول حتى 250 ألف وعلاوة على ذلك يطلب المالك مقدم قد يصل إلى 6 أو 7 أشهر ما تأثير هذه الزيادات المبالغ بها على ذوي الدخل المحدود؟ التأثير كان مباشرا وكثير من الناس عادوا أسرهم إلى مناطقهم ويعانوا الأمرين ولا أخفيك بأن المتضررين من هذه الحرب الخفية أنا أسميها الحرب الخفية التي ربما قد تكون منظمة إلى حد ما لأن هؤلاء المستثمرين لا نعرف من أين جاءوا ولا كيف جاءوا يعني جاءوا فقط لابتزاز الناس واستثمار ما بأيديهم نحن نتحدث عن مدينة بسيطة ليست بتلك الصورة التي تستحق أن يبالغ الناس في هذا الإيجار إلى هذا السعر الكبير يسكن بعض الناس في غرفة أو غرفتين ويطلب منه بالشهر 100 ألف 150 ألف من أين يأتي بهذه المبالغ وهذه المئات هذه أثرت على كثير من الناس بعض الناس لجأوا إلى مدن أخرى منهم من ذهب بأسرته إلى سيئون وبقي هنا في مأرب بدون الأسرة ومنهم من ذهب إلى خارج اليمن أعرف زملاء كثر تركوا هذه المحافظة وذهبوا إلى القاهرة سألتهم عن وضعهم فقالوا نحن هنا ما كنا ننفقه في مأرب للإيجار أصبحنا في القاهرة ننفقه في أفخر المناطق والأماكن ونعيش بأفضل الأريحية وأفضل الأماكن وهذا أثر سلبا حتى على كثير من الذين جاءوا
إلى هذا المكان بغرض التحرير وبغرض الأداء الواجب الوطني في هذه المدينة، وأثر عليهم تأثير مباشر. نعم، إذن دكتور يعني هذه الإشكالية ليست وليدة هذا العام ولا الذي قبله، ربما منذ بداية الحرب والناس يتحدثوا عن ارتفاع شديد لأسعار الشقق السكنية، زادت ربما كلما طال أمد هذه الحرب. سؤالي هو أين السلطة المحلية من ذلك؟ يعني نعلم مدى جهد السلطة في أن تكون مأربية نقطة الضوء ربما التي نراها ونبسم لأجلها، أن تصبح مأرب منارة حقيقية ويعني مستقطبة لكل هؤلاء النازحين وملاذا آمنا لهم، فلما لا يتم الانتباه لنقطة حساسة مثل هذه، خاصة وهناك يعني عمليا هي تجارة حرب تنمو بصورة واضحة وفي ضوء النهار؟ نعم، السلطة المحلية مشكورة أصدرت قرار، هي أحست بآلام المواطنين، و كما تعلمين آسيا المدينة أصبحت تضم ملايين، ليست بالسهولة أن يتم محاسبة كل شخص يعني ومراقبة كل شخص، لكن أنا أحمل جزء من هذه المسؤولية إلى النازحين أنفسهم. كثير من الناس ممن يمتلكون المال جاءوا، فعندما يمتنع بعض المستأجرين من الزيادة في الإيجار يأتي المستأجر الآخر ويدفع مبالغ لشهر لشهرين، وهؤلاء أيضا هم جزء من المشكلة. والسلطة المحلية مشكورة أصدرت قرار، وربما لاحظ عليه كثير من الناس بعض الملاحظات، لكن ليس قرآنا، هو قرار خاضع للتعديل، خاضع للدراسة، وفقط نعم، لكنه لم يطبق حتى الآن أستاذ يحيى، يعني وعلى النازحين تعامل معه الملاك بسخرية وتحدثوا يعني مع بعض المؤجرين كما قال ضيفنا، وقال له اذهب ودع المحافظ يؤجر لك في منزله، هذا هو منزلي وأجره بالطريقة التي أريد، يعني قرار لا تتبعه سلطة تنفيذية لا جدوى منه، يعني مجرد ربما مخدر بسيط للشارع أو للناس حتى يهدأوا قليلا. نعم، القرار كان لا أخفيك له آثار إيجابية، طبعا كثير من الذين كانوا على وشك رفع الأسعار من شهر إلى آخر توقفت هذه الارتفاعات، كثير من الناس الذين كانوا يضايقون المستأجرين بالتردد الأكثر من مرة وطرق الأبواب والاستعجال بالراتب قبل انتهاء الشهر توقفت هذه العملية، كثير من الناس الذين كانوا ينوون الزيادة في الإيجارات ربما توقفوا، لكن هو يحتاج وقت، أنا أقول بأنه يحتاج مزيد من الوقت. والسلطة ليست عاجزة طبعا، لكن كما تعلمين بأن الدولة هي هذه طبيعة الدولة، أن تتيح فرصة للعاقل، تتيح فرصة للإنسان أن يتراجع، لكن ربما إذا استمر، أنا لاحظت في بعض أقسام الشرطة كان لأقسام الشرطة موقف مشرف في هذا الموضوع، ورفعوا القرار بلوحة كبيرة على جدار مركز الشرطة، وأي مشتكي من المواطنين وجاء مالك العقار ليشتكي في رفع إيجار أو رفع أسعار، هم يشيرون إلى هذه اللوحة ويقولون بأن هنا قرار، فارتدع كثير من المؤجرين، وربما الأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله على وشك افتتاح المدن السكنية الكبيرة، وأيضا التوجه الكبير من الدولة لبناء مساكن وتخطيط يعني حضري، ستكون هذه المشكلة قد اختفت. لا تعني هذه المشكلة أنها تعرقل الناس في مأرب، هي مشكلة بسيطة لكنها مؤرقة لكثير من محدودي الدخل، سيتغلب عليها المواطنون في حال وفرت هذه المساكن والمدن السكنية التي ستحل كثير من هذه المشكلة. نعم، وأيضا أشد على أيدي المواطنين أنفسهم بأن يعلموا أن لديهم حقوق وألا يتنازلوا لطمع الملاك، خاصة وأن هناك قرار يدعمهم. شكرا جزيلا لك دكتور يحيى الأحمدي الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.